زاد فضلك استاذ. بالاول مساكم الله بالخير. بخير. انا اشكر جمعيه الحقوقيين جمعيه المحامين الكويتيه على هذه الدعوه مع كوكبه من الدكاتره في هذا المجال. واشوف انكم وفقتوا في العنوان اللي هو تكويت الوظائف القضائيه والقانونيه ضروره. لا، انا اشوف ابعد من ذلك، هو ليس ضروره بل استحقاق دستوري وقانوني. يمكن في ناس كثير ما سألت عن شنو الآلية اللي تمكن السلطة من ممارسة صلاحيتها في تعيين أشخاص طبيعيين يقومون بهذه السلطة القضائية. الدستور الكويتي، أنا جدا في فلسفة تعيين الوظيفة العامة. يا جماعة، إذا بننظر المادة 6 من الدستور اللي بينت نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيها للأمة، انتبهوا للكلمة هذه، مصدر السلطات جميعا. مصدر السلطات جميعا ليش؟ لأن أصلا حتى أنا أشوف أن المادة هذه السادسة في الدستور ما هي منشأة لشيء جديد، يعني أنا أشوفها مجرد كاشفة، لأن أي دولة لا تقوم إلا على ثلاث أركان إحنا عارفينها. الركن الأساسي هو ركن الشعب. الشعب منه المجتمع. الأمة هي أمرها بسيط، يعني فسرتها المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي، قالت كل أمة المقصود فيها في المادة هذه هي شعب الكويت. فإحنا نتكلم عن شعب، عندنا إقليم، عندنا سلطة سياسية مكونة من ثلاث سلطات دستورية، يجب أن نقوم الصبح كمواطنين وموزعين السلطات بيننا، وأنا كمواطن أتلقى السلطات هذه من مواطنين أمثالي. طيب، الوظيفة العامة طبعا المادة 26 إيش قالت من الدستور؟ قالت كل الوظائف العامة خدمة وطنية، يعني المسألة مسألة تكليف مو تشريف، يعني احنا كمواطنين لازم نبذل عناية ان نتولى السلطات جميعا بحيث تدار الدولة. طيب، هدف انشاء الدولة شنو؟ هدف انشاء الدولة هو توفير العدالة حتى نعيش مع بعض كجماعة، والعدالة هذه يجب ان تفرض من خلال تعاملاتنا، سواء تعاملات خاصة او عامة. الخاصة قال لك بينظمها القانون الخاص، والأخوان موجودين أعتقد من أساتذة القانون الخاص. العلاقات اللي بمواجهة السلطات العامة ينظمها مجال القانون العام. زين، تمام، أنا كمواطن وكمجتمع كويتي نبي نعيش بجماعة لازم ننشأ الدولة، بس يا جماعة بشرط أساسي لإنشاء الدولة، ألا وهو توفير العدالة بين كافة المجتمع. لذلك ظهر أهم دور أساسي لقيام الدولة هو الدفاع والأمن والقضاء. القضاء يا جماعة وظيفة سيادية. لما نقول وظيفة سيادية يعني احنا كمجتمع من خلال السلطات لازم نفرض سيادتنا على اقليمنا. فبالتالي انا قاعد اطالع في المادة 6 السيادة اللي فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، لكن للأسف في واقع الحال مصدر سلطتين ونص، لأن نص السلطة القضائية الأشخاص القائمين عليها هم غير كويتيين. طيب، شنو الشروط اللي جعلت الجهاز القضائي بالكويت ما يعين، يعني يستعين بكفاءات في مجال القانون من الدول الأخرى؟ شنو الأمر؟ شنو الشروط الموجودة؟ فانتقلنا للقانون لننظر شنو القانون تطلب من شروط على هذا الشخص حتى يكون مؤهل لممارسة الوظيفة القضائية. المادة 26 بس الدستور قبل أخلص منها يا جماعة فيها مصطلح مهم جدا، اللي هو لا يولى الأجانب الوظائف العامة. القاعدة أن الأجانب لا يولون في الوظائف العامة سيما عدو الوظيفة القضائية إلا في الأحوال التي بينها القانون. فالقاعدة الأصل أن لا يولى الأجانب السلطات العامة بالدولة، لكن الاستثناء بطبيعة الحال، وهذا وفق تصور شخصي، أنه يكون عندنا وظيفة معينة تحتاج مؤهلات نادرة غير متوافرة بالكويتيين جميعا، نستعين احنا بالكفاءة هذه من الخارج حتى تمكننا من ممارسة السلطة في الدولة. احنا طبعا بالبداية قاعدين نتكلم عن تولي الوظائف القضائية. المادة 1 من قانون نظام الخدمة المدنية والصادر بال79، الاخوان يقولون في اتجاه من ديوان الخدمة المدنية في التكويت، لا هو مو اتجاه، هو قاعدة ملزمة عليك اصلا، لان من 79 عندك قانون نافذ. المادة الأولى مباشرة تشترط برقم 1 أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد، انتبهوا معي الكلمة هذه، فإن لم يوجد. أنا اللي قاعد ما أدري هل معقولة
ان عندنا الاف الباحثين القانونيين في الادارات القانونيه في الدوله في السلطه التنفيذيه غير كويتيين. هل يعقل ان لا يوجد كويتي يحمل شهاده الحقوق؟ علما ان انت اصلا بنفسك يا ديوان الخدمه المدنيه عندك السيستم واضح في المتقدمين اللي وضعوا في البحث القانوني من الكويتيين. فاصدارك القرار سواء كان عن طريق الندب او الاعاره لشغلك هذه الوظيفه العامه من خلال عنصر اجنبي، وينك وين الماده الاولى من نظام الخدمه المدنيه، علما انها قاعده امره، والقاعده الامره يجب ان تحترمها السلطه العامه. هذا فيما يخص الادارات القانونيه. فيما يخص الوظائف القضائيه عندنا القانون الصادر في تنظيم القضاء يا جماعه الماده 19 حددت لك 5 شروط في من يولى الوظيفه القضائيه. الشرط الاول ان يكون مسلم، الشرط الثاني ان يكون كويتي. فان لم يوجد، انتبهوا للفظ المشرع الكويتي، فان لم يوجد قال لك جاز، يعني اعطاك جواز، يعني اذا يوجد هل يجوز او ما يجوز؟ هذا مو كلامنا، هذا كلام قانوننا، كلام دستورنا، كلام ان احنا نتكلم عن سلطه قضائيه، عن جهاز اداري. زين، فكره التكويت منين طلعت؟ انا بالنسبه لي انا اشوف ان فكره التكويت اول ما بدت من الجهاز القضائي بنفسه. انا بس بستقر لكم على السريع بعض التصريحات. في 2009 المستشار فيصل المرشد، وانا انتهز الفرصه هذه من باب المنبر اني نعزي بوفاة والده ونقول له عسى الله يرحمه ويرزق الجنة إن شاء الله. المستشار فيصل المرشد هو رئيس مجلس الأعلى للقضاء، في 2009 كان رئيس الاستئناف. فيصل المرشد صرح تصريح بجملة جميلة جدا لأحد الصحف الكويتية تتفق فيما ذكر الدكتور عبيد العنزي. فيصل المرشد يقول لا يمكن نسيان المعروف المصري في إنشاء قضائنا، لكن حان الوقت في تكويت القضاء. هذا يا جماعة في 2009 10 سنوات، رئيس محكمة الاستئناف، عضو في مجلس الأعلى للقضاء، يصرح من 2009 يقول لك لا أنكر المعروف المصري بإنشاء قضاء. أنا كمحامي كويتي أقول لكم الآن ب 2019 يعلم الله من أفضل التعامل معنا مهني في محاكم الكويت القضاء غير كويتيين. فإحنا نقطع الباب لأي من يشكك ان احنا نجحد المعروف او الشيء هذا، لا بالعكس، هم ناس افادونا علميا وقضائيا ولهم ارث كبير قاعدين ننهل منه في مصر حتى نستعين في مرافعاتنا. لكن المساله مساله سياده. انا كمواطن ابي اتلقى السلطه من اي سلطه كانت موجوده من الكويتيين. السلطه التشريعيه تتشكل بشنو؟ الساعه 8 الصبح في دعوه انتخابات نشكل هيئه اسمها هيئه ناخبين، نقوم احنا ككويتيين نحدد 50، نقول يا دولة هذه السلطة التشريعية. طيب السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية من رئيس مجلس الوزراء لآخر وزير فاضل تم تعيينه هو كويت الجنسية، بل جميع الوظائف القانونية، أنا أكون واضح، جميع الوظائف القانونية ووظائف الإشرافية لأن رئيس قسم كلهم كويتيين، هذه السلطة التنفيذية. طيب إيش معنى السلطة الوظائية؟ واللي هي ما تطلبت الا الشروط السابقه وفيها شرط شو اسمه اللي هو حمل شهاده الحقوق. اخواني اعزائي الحاضرين، التفت على كافه يمكن اغلب الدول قاعد تستقرأ قوانينها واليه تكوين القضاء واليه تعيين القضاء. ازعم ان اغلب الدول المغرب العربي المرفد الاول للقضاء، يعني يرفض ويكون اشخاص مؤهلين القضاء، هم المحامين. هذا في المغرب العربي، الجزائر، المغرب، تونس. طيب الكويت فقط عندنا المرفد الحالي للكوادر الوطنيه هي النيابه العامه. وانا استغرب في هذا المجال، وانتم اساتذه وعندي دكاتره قانون، مجال القانون رحب، مجال القانون وفقا ل 2019 الدنيا صارت في تطور، العلاقات تطورت، المشاريع القانونيه تطورت، مما المفروض ما نتكلم حتى الفتره هذه بتكوين القضاء، بل نتكلم عن شيء اسمه القاضي المتخصص. كلنا نعلم ان التكوين الذي يحدث للكادر الوطني في النيابه العامه هو تكوين سلطه اتهام وسلطه تحقيق. اي بمعنى اخر ممكن انه يكون جيد بشكل جيد في مجال الجنائي. طيب في مجال القضاء الإداري
زين هل يعقل ان عندي كوادر من عشرات السنين في اداره جميله جدا اسمها الفتوى والتشريع، اشخاص معنيين في مجال القانون الاداري لا يكون مرفد للدوائر الاداريه في نظامنا الموحد؟ يعني انا استغرب الشيء هذا، فضلا عن مجال القانون التجاري، فضلا عن مجال القانون المدني، الاحوال الشخصيه، علما ان قضانا اصلا خذ بتجربه من المحامين مباشره وعينهم قضاء. يمكن اذا يستذكروني اخواني وهم شيوخ المحاماه واقدم مني اللي هي في انشاء محاكم الجعفريه، اخذوا من المحامين. طيب هل التجربه هذه فشلت؟ لا ما فشلت، تجربه ناجحه. معناها اي فكر ان اللي انا اشوفه واللي انا اوجه من خلال هذا المنبر رسالتي مباشره الى رئيس مجلس الاعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوع والى جميع اعضاء المجلس بمن فيهم المستشار غرار العسعوسي النائب العام. احنا يعلم الله ان نحسبكم شيوخ في القضاء وانكم حسبه ابائنا في مجال القانوني، لكن نبيكم تسمعون ابنائكم الجيل القادم. الجيل القادم الوضع الراهن غير مقبول بالنسبه له. الجيل المساله نحتاج هي في فجوه فكريه. نكون صريحين، يعني الرعيل القديم دائما يحب يتمسك بالقديم. احنا كشباب كويتي لا، احنا نبي الحكومه الالكترونيه، المحكمه الالكترونيه عفوا، احنا نبي فكره القاضي المتخصص في مجاله. يعني انا حاليا اترافع في احوال شخصيه. ثاني يوم استاذ راح اترافع في المحكمه الاداريه ذات العضو والعضو اليمين. انا بتكلم عن اوجه الطعن في القرار الاداري، وبتكلم عن فكره تحقيق المصلحه العامه والسبب واصدار القرار والغايه. وامس كنت قاعد اتكلم في مساله الرؤيه. فانا اشكر جمعيه المحامين على دعوتنا، ونختم ونقول ان شاء الله الرساله توصل. وفعلا انا ايد الدكتور عبيد نتحرك اكثر واكثر. كل الشكر.